ساب كلية الطب لعيون التجارة. موهبته في التجارة ملهاش حدود، وهو في 25 من عمره قدر يعمل صفقات بملايين ما قدرش عليها فطاح للبزنس في مصر. حكايتنا عن محمد رزق، رجل الأعمال المصري اللي غير نظرة العالم لمصر بفضل النجاحات اللي عملها في شغله. ايه حكاية محمد رزق بالظبط؟ ازاي قدر على اللي ما قدرش عليه فطاح للبزنس في مصر؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. البداية كانت صغيرة ومتواضعة، بس بالعزيمة والإصرار وذكاء وموهبة ربانية والسعي والجهد قدر يغير مسار حياته وحياة ناس كتير غيره. محمد رزق ابن مدينة دمياط، أشهر رجل أعمال مصري في أوروبا حالياً. الشاب للموظفين عنده بياخدوا هدايا ذهب ودايماً مبسوطين. هنحكي لكم حكاية رزق من البداية خالص، لأن أظن إن ده وقتها يكون درس ونموذج للشباب يتعلموا ويستفادوا منه ومن خبراته. رزق زي ما قريته في العنوان، في بداية حياته خالص أخذ قرارات مصيرية، أولها كان تركه لكلية الطب بعد سنة واحدة قضاها فيها. ساب الطب وراح للتجارة، وده مش لأن الطب مش على هواه ولا حاجة، لأ خالص، ده علشان ينفذ رغبة والده اللي كان شايف فيه مشروع رجل أعمال ناجح جدا يقدر يفيد نفسه وبلده بالتجارة أكتر من هو طبيب. التجارة فيها النصيب الأكبر من الرزق زي ما بيقولوا. رزق بالفعل عمل كده، بدأ أول بيزنس ليه في حياته وهو لسه شاب صغير يدوب مكمل 25 سنة، عمل مصلحة شغل نقدر نقول عليها خبطة العمر. تخيلوا شاب صغير يدوب عنده 25 سنة يسافر السويد، يروح هناك يقنع واحد من أكبر تجار الأخشاب إنه يورد خشب لمصر. في الأول الناس هناك ما كانوش مقتنعين بالمصريين، لكن لما راح غير الفكرة عنهم تماماً وبقى من أكبر موردين الخشب في مصر. تواصل مع أكتر من 100 شركة هناك لحد ما قدر بمهارة وصدق إنه يقنعهم بالفكرة، وبقى هو الراس الكبيرة في المنطقة في التجارة دي. رزق بعد ما ربنا كرمه وبقى خلاص تاجر خشب، قرر إنه يدخل في مجال تاني، أو نقدر نقول إن المجال نفسه اللي طلبه. انتم عارفين طبعا ان حمولات الاخشاب اللي بتيجي مصر بتيجي عن طريق السفن والمراكب الكبيره. في مره من المرات بقى رزق اخد باله ان اكتر عيب بيضر التجاره بتاعته وبيضر تجاره الخشب عموما في مصر هي تاخر الحمولات دي. فقرر هو ان ليه يعني ما يدخلش بنفسه في الملاحه، ليه يعني ما يبقاش عنده سفينة ولا اتنين تجيب الشغل بتاعه. وبالفعل اشترى أول سفينة، وبعدها واحدة واحدة اشترى سفن تانية، لحد ما بقى عنده 6 سفن شحن في البحر. وبقى مش بس ضامن ان شحنات الخشب بتاعته تيجي في المواعيد اللي هو عايزها، ده كمان ضامن ان ليه نصيب في السفن اللي عايمة على وش المية عموما، ودي كبيرة ومش اي حد يقدر عليها. لكن وزي اي رجل اعمال قبله بعض الصعوبات، رزق اتعرض لكبوة زيه زي ناس كتير. اتأثر بالأحداث العالمية اللي حصلت من كام سنة بعد الوباء اللي انتشر، وبسببه وقفت الدول تبادل الشحنات ورحلات السفر، كل دولة كانت قافلة على نفسها. ولأن من الأزمات تظهر معادن الرجال، فالرزق ظهر وأكد إنه ما بيقفش، بالعكس بيلاقي في الأزمة فرصة جديدة، وده اللي عمله لما حول جزء كبير من شغله للعقارات، وبدأ هو بقى يركز في المجال ده، وعمل ليه شركة مهمتها إنشاء وتدشين العقارات والتجارة فيها كمان، وبكده بقى رزق من أهم مطوري العقارات في مصر.